عمر. تو برای نیشت من نگاه کردی؟ لعنت الله رو یادت نره؟ خدا بیامرزه با من میگه، با من میگه هر کی اسم اینا رو بشنوه و لعن نفسه الهی نمی که علی که میخوره حرومش بشه. شما با جوانای ما بگن عمر خادم بوده، ایرانی ها رو عمر مسلمون کرده، ما حق نداریم به عمر توهین کنیم. یعنی این نه، من تا زندم میگم عمر حرومزاده بوده، تا زندم میگم هر چی سنی حرومزادن. عمر لعنت الله علیه. الشيعة أكثر في إيران، ليش؟ لأنه عمر الخطاب كسر خشونهم وأذلهم، يعني إمبراطورية عظيمة مثل الفرس، يجون مثل ما نقول عرب أجلاف على البعران يفلشوها، وبعدين يقتلون الأشراف ويأخذون نسائهم بالآلاف، يجيبوها العمر يوزعها بنات الأشراف والنبلاء، يوزعها على دول الهمج يتونسون بيهن. هذه بناك تبقى يعني سنة سنتين تروح؟ ما تروح، مئات السنين ظل الكراهية باقية. ولهذا أعدى أعدى الشيعة إيران مو أبو بكر ولا خادم وليد، عمر، دائما عمر يلعن عمر. ليش؟ ورتبوا عليه شنو؟ انه كسر ضلع الزهره حتى يعطوه في طابع ديني. ولا ولا كسر ضلع الزهره ولا واقعا. فالعجم حقهم مو سهله، مو سهله، مو سهله. امبراطوريه كامله يفلشها. اسكندر ما فعل هيك، اسكندر احتل ايران كلها ورا عده اشهر انسحب وخلاهم على دينهم. دول العرب ايش سووا بيهم؟ ما خلوا اعراب، لا خلوا دمار، حتى تاج كسرى فلشوه بس بالسيوف فلشوه، كل واحد قطعه. التاج ليش تفلشه؟ ذهب. طيب تامر هذا التاج لو هالزمان كانت الأمم المتحدة والمنظمات التراث تشتكي عليها مثل ما طالبان فلشوا بوذان. هاي أثر، أثر قديم، ما يفتهم الآثار شنو بيش حقه جيب.